الحمد لله الحي الباقي الذي أضاء نوره الآفاق ورزق المؤمنين حسن الأخلاق وتجلت رحمته بهم إذا بلغت أرواحهم التراق. نحمده تبارك وتعالى ونستعينه على الصعاب والمشاق، ونعوذ بنور وجهه الكريم من ظلمات الشك والشرك والشقاق، ونسأله السلامة من النفاق وسوء الأخلاق. وأشهد أن لا إله إلا الله القوي الرزاق الحكم العدل يوم التلاق، أرسل الرسل وأنزل الكتب ليعلم الناس أن إليه يومئذ المساق. وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا محمدًا عبد الله ورسوله وصفيه وخليله المتمم لمكارم الأخلاق لم يكن لعانًا ولا سبابًا ولا صخابًا في الأسواق، خير من صلى وصام ولبى وركب البراق، وأول الساجدين تحت العرش يوم يكشف عن ساق، جاهد في سبيل الله منصورا معصوما من الإخفاق، وترك فينا ما إن تمسكنا به علمنا أن ما عندنا ينفد وما عند الله باق. صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه واستنى بسنته واقتفى أثره وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، ومن يتق الله يجعل له مخرجا، ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. معاشر المؤمنين، نحن اليوم على موعد نحلق فيه معا في بساتين الصادقين الأولين اليانعة، لنرى ونعلم كيف صدقوا مع الله فأعزهم الله وأعز بهم الإسلام في كل مكان. ومن نتشرف به في جمعة اليوم ومن نستأنس بالحديث عنه شخصية فذة وصحابي جليل، إنه أحد السابقين الأولين إلى الإسلام، إنه البطل الهمام، صادق متألق، نبيل أنيق. إن ضيف جمعتنا اليوم هو ذلك الفتى الصادق، ذلك الفتى البدري القرشي، إنه مصعب بن عمير رضي الله عنه وأرضاه. وسأعترف لكم اليوم يا عباد الله بأنني لا أزعم أنني سأقدم اليوم سأقدم اليوم كل ما يستحق هذا الصحابي العملاق بكل مواقفه وشمول حياته، إنما سأشير على استحياء إلى بعض سمات تفوقه وإلى بعض الإضاءات من سيرته وحياته رضي الله عنه. كان في صغره وقبل إسلامه شاباً غنياً منعماً، يلبس أحسن الثياب وأغلاها، ويتعطر بأجمل العطور وأبهاها، حتى كان أهل مكة يعرفونه بعطره الذي يفوح منه دائماً. أما أبواه فكانا من أغنى أغنياء مكة، وكانا يحبان مصعباً حباً عظيماً، ولا يردان له طلباً، بل رغباته وطلباته وأمنياته كلها مستجابة وكلها محققة ومنفذة. لكن مصعباً لم يمنعه ذلك النعيم من أن يدخل في دين الله، فآثر ما عند الله، آثر الآخرة،
ليحظى بنعيمها. يقول كتاب السيرة: خرج مصعب من النعمة الوارفة التي كان يعيش فيها مؤثراً الشظف والفاقة، وأصبح الفتى المتأنق المتعطر لا يرى إلا مرتدياً أخشن الثياب، ودخل الإسلام مباشرة، وكان يعلم أنه سيسلب النعيم الذي هو فيه، وسوف يتبدل كل هذا النعيم، سوف يتبدل حاله من السعة إلى الضيق، ومن الراحة إلى التعب، ومن الغنى إلى الفقر. ولكنه مع ذلك آثر الآخرة على الدنيا، ودخل في دين الله طاعة لله ورسوله. علمت أمه بخبر إسلامه، وقد كانت تحبه حبا شديدا، فحاولت أن تثنيه عن الإسلام فلم يستجب لها، حبسته لكي يعدل عن قراره فلم يرضخ لحبسها، هددته بكل أنواع التهديد فلم يكترث لوعيدها، حرمته من كل نعيم كانت تغدق به عليه لكي يتراجع عما أقدم عليه، لكنه كان أشد إباء من ذي قبل، ولم يزدد إلا ثباتا ورسوخا، وكأن لسان حاله يقول: ماضٍ وأعرف دربي وهدفي، ولن أترك ديني مهما حل بي من ضيق وشدة. سبحان الله، أي إيمان هذا الذي خالط بشاشة هذا القلب الذي لم يمر عليه سوى وقت قصير من إسلامه؟ أي ثبات هذا، وأي صدق هذا، وأي شجاعة هذه؟ ولما اشتد الإيذاء بالمسلمين هاجر إلى أرض الحبشة، ثم عاد منها إلى مكة، ثم هاجر إلى المدينة، ومع مرور السنين يختاره ويعتمده النبي صلى الله عليه وسلم أول سفير في الإسلام إلى يثرب، ليعلم الناس القرآن ويصلي بهم. فقدر مصعب، قدر المسؤولية التي أنيطت به، وحمل لواء الدعوة إلى الله عقيدة وسلوكا وجهادا، واستطاع بإخلاصه ودماثة خلقه وصفاء نفسه ونقاء سريرته ورجاحة عقله وبيان حكمته أن يجمع بين أهل يثرب، ويوحد بينهم، ويحبب إليهم دين الله وطاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وأن يجمعهم على الإسلام، حتى إن قبيلة من أكبر قبائل يثرب، وهي قبيلة بني عبد الأشهل، وقد أسلمت جميعها على يده بقيادة رئيسها سعد بن معاذ، بل ما أمسى فيهم رجل ولا امرأة إلا مسلما ومسلمة، إلا رجلا واحدا هو الأصيرم، تأخر إسلامه إلى يوم أحد. وقبل حلول موسم الحج عاد مصعب إلى مكة يحمل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بشائر النصر والفوز، ويقص عليه خبر قبائل يثرب وما فيها من مواهب الخير، وما لها من قوة ومنعة لنصرة هذا الدين. فسر النبي صلى الله عليه وسلم سر لذلك سرورا عظيما. هذا هو مصعب، هذا هو مصعب، قدوة للشباب، قدوة في الثبات، قدوة في التضحية، قدوة في الدعوة إلى الله. اللهم إنا أحببنا صحابة نبيك صلى الله عليه وسلم أصدق الحب وأعمقه، اللهم فاحشرنا معهم وفي زمرتهم ومع قائدنا ورسولنا ونبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم آمين. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه، ويا فوز المستغفرين. الحمد لله على إحسانه،
والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدًا رسول الله صلى وسلم عليه الله. أما بعد عباد الله، وتمضي الأيام والأعوام وتأتي غزوة أحد، وحينها يختار الرسول صلى الله عليه وسلم مصعبا ليحمل لواء المسلمين، وتقع المعركة، وكان النصر بداية للمسلمين، ولكن سرعان ما تحول النصر إلى هزيمة بسبب مخالفة الرماة أمر رسول الله صلى وسلم عليه الله، ونزولهم من فوق الجبل يجمعون الغنائم، وبدأ الاضطراب في صفوف المسلمين، وبدأت صفوفهم تتمزق، فركز الأعداء على الوصول إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأخذوا يتعقبونه، فأدرك عندها مصعب هذا الخطر، ومضى يقاتل، وهمه أن يلفت أنظار الأعداء إليه ليشغلهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فتجمع الأعداء حول مصعب، وجاءه أحد الأعداء هو ابن قمئة، فضرب يده اليمنى فقطعها، فحمل اللواء بيده اليسرى فقطعها عدو الله، فضم اللواء إلى صدره بعضديه وهو يقول: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل. فضربه ضربة ثالثة فقتله، فمات شهيدا رضي الله عنه وأرضاه. فلم يجد المسلمون عند موته غير ثوب قصير ورداء خشن لا يكفي كفنا له، فرضي الله عنه بهذا الشرف، وقد ينال هذا الشرف كل مصعبي أتى بعده يحمل همه ويقدم كل ما يملك من راحة النفس والنعمة والمال في سبيل الله. رحل مصعب الشاب كما سيرحل جميع الناس، لكنه رحل كريما، رحل صادقا، رحل شهيدا، رحل كبيرا، رحل وقد أعذر إلى الله بعمله الصالح وجهده المضيء. فحازني شان الفخر ونال وسام الشرف من رب جواد رحيم كريم. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. هكذا يا عباد الله، هكذا فليكن الشباب. إن مصعب أنموذج، مثال وأنموذج لصحابي، لشاب صحابي جليل، فتشبهوا إن لم تكونوا مثلهم، إن التشبه بالكرام فلاح. اللهم يا ذا الجلال والإكرام والعزة التي لا ترام، ويا ذا الفضل والنوال، اللهم احشرنا مع نبينا صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام. اللهم اهد شباب المسلمين، اللهم اهد شباب المسلمين، اللهم اهد شباب المسلمين وفتيات المسلمين. اللهم من أراد بهم سوءا رد سوءه عليه، ومن أراد أن يمكر بهم فامكر به يا سميع الدعاء. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، وانصر جنودنا على الحدود، وانصر إخواننا المستضعفين في كل مكان، فوق كل أرض وتحت كل سماء. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا واقبل توبتنا واختم بالصالحات أعمالنا. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا وإخواننا وأخواتنا وجميع المسلمين. اللهم من كان منهم حيا فمتعه بالصحة والعافية على طاعتك، ومن كان منهم ميتا اللهم جازه بالحسنات إحسانا وبالسيئات عفوا وغفرانا. اللهم استرنا فوق الأرض، واسترنا تحت الأرض، واسترنا يوم العرض. اللهم نور على أهل القبور قبورهم، واغفر للأحياء ويسر لهم أمورهم. اللهم أصلح نياتنا وذرياتنا، واكفنا بحلالك عن حرامك، واغننا بفضلك عمن سواك. وكما جمعتنا في هذا المكان اجمعنا في الفردوس الأعلى، اجمعنا في الفردوس الأعلى إخوة متحابين على سرر متقابلين. اللهم هذا الدعاء ومنك الإجابة، وهذا الجهد وعليك التكلان،
تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين الأحياء منهم والميتين، اللهم آمين. اللهم صلِّ وسلِّم على سيدنا محمد، والحمد لله رب العالمين.